وكان نقول لكم رياض محرز راح يفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، ماشي أنا اللي قلتها هو اللي قال. رياض محرز هذه المرة بدل العقلية شوية وخرج من الحشمة تاعو وقال أنه بلي هو اللاعب اللي يستحق الكرة الذهبية الإفريقية. بون رياض محرز تعرف أنه الحارس ياسين بونو حارس المنتخب المغربي ونادي إشبيلية يستحق تانيك هذه الكرة الذهبية بعد ما قدم موسم كبير بزاف. بصح في هذا الفيديو راح نمد لكم إحصائيات رياض محرز ياسين بونو وفيكتور أوسيمان اللي هالثلاثة راح يتنافسوا على الكرة الذهبية الإفريقية. بون نبداو برياض محرز. رياض محرز هذا الموسم مع الفريق تاعو مع المنتخب سجل 20 هدف وقدم 15 تمريرة حاسمة. رياض محرز هذا الموسم مع النادي تاعو ربح 3 ألقاب اللي هي الدوري الإنجليزي، كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا. رياض محرز كان عنده دور كبير في الدوري الإنجليزي باش توجوا بالبطولة، كان عنده دور أكبر باش فازوا بكأس إنجلترا خاصة في النصف النهائي اللي سجل 3 أهداف. بنسبة أقل في دوري أبطال أوروبا اللي ما لعبش بزاف المباريات خاصة النصف النهائي والنهائي. صح هذا ما ينقص من قيمة رياض محرز اللي فاز بالدوري الكأس ودوري أبطال أوروبا. مروا دوكا لياسين بونو. ياسين بونو من حيث الألقاب عنده لقب واحد وهو الدوري الأوروبي مع نادي إشبيلية. أما الإنجاز الثاني هو نصف نهائي كأس العالم مع المنتخب المغربي اللي يعتبر فعلا إنجاز، بصح أسكو راح يحسبوه بقيمة لقب في الفوط تاع الكرة الذهبية. نشوفوا دوكا لاعب نادي نابولي فيكتور أوسيمان. فيكتور أوسيمان فاز بلقب واحد هالموسم واللي هو الدوري الإيطالي مع نادي نابولي، سجل 31 هدف وقدم 4 تمريرات حاسمة. وكنشوفوا ثلاث لاعبين شحال لعبوا من ماتش. بزاف ناس يقولوا انه رياض محرز كان احتياطي مع الفريق تاعو، حنشوفوا بلي هو عنده اكثر مشاركه مع النادي تاعو بارابور ياسين بونو وفيكتور أوسيمان. رياض محرز هذا الموسم لعب 47 مباراه مع نادي مانشستر سيتي، فيكتور أوسيمان لعب 39 مباراه مع نادي نابولي، وياسين بونو لعب 36 مباراه. يعني كي نشوفوا انه رياض محرز هو الاكثر مشاركه. انا نقول لكم ماشي كوتي تاع العاطفه، ولا انا نشوف انه رياض محرز هو اللي يستحق يكون احسن لاعب في افريقيا لهذا الموسم. وانتم واش رايكم؟ خلونا في لي كومونتير قولوا لنا شكون هو اللاعب اللي يستحق الكره الذهبيه الافريقيه لهذا الموسم.